بعد ما ذكرنا مزايا الفصول الافتراضية، لازلنا يجب أن ننوه عن عيوب الفصول الافتراضية. فمن عيوب الفصول الافتراضية، على الرغم من المزايا أكثر من عيوبها، إلا أن هناك بعض العيوب التي لابد من الإشارة لها. الحاجة إلى تدريب إضافي. أحد عيوب الفصول الافتراضية هو أن بعض المدربين والطلاب لا يثقون في استخدام أدوات التعلم الإلكتروني الرقمي، ما يؤدي إلى أن يواجه بعض المدربين تحديات في الحصول على التكنولوجيا واعتمادها، ومعظم أسبابها تكون لأسباب فنية في استخدام الوسائل الجديدة، حيث يعاني بعض المدرسين عبر الإنترنت من مشاكل في إعداد المساقات الدراسية وتنسيقها عبر الإنترنت، ما يستدعي منهم تدريباً إضافياً على تصميم هذه المواد، وهو الأمر الذي يعتبر عقبة في طريق العديد منهم. أيضاً تحديات البنية التحتية، تعتبر التحديات المتعلقة بالبنية التحتية إحدى العيوب الرئيسية في الفصول الافتراضية، حيث يحتاج الاعتماد الأولي للتكنولوجيا إلى بنية تحتية واسعة وشبكة جيدة وسرعة إنترنت مناسبة لتؤدي الفصول التعليمية وظيفتها بالشكل المطلوب من حيث توفير الوقت. وعلى الرغم من قلة التكلفة المطلوبة لإنشاء بنية تحتية للصفوف الافتراضية مقارنة مع الصفوف التقليدية، إلا أن بعض المؤسسات لا تحتمل مثل هذه التكاليف البسيطة. خلاصة القول هي أن أي مؤسسة تعليمية ترغب في تقديم دروس عبر الإنترنت يجب أن تكون جاهزة للاستثمار في الفصول الافتراضية ونظام إدارة التعلم الجيد الذي يوفر عليها الوقت والجهد والمال. من عيوب أيضاً الفصول الافتراضية ضعف الجانب الإنساني في العملية التربوية وضعف التفاعل المتبادل بين المعلم والمتعلم، وصعوبة التقييم أيضاً، وأيضاً صعوبة الرقابة والمتابعة، وتحتاج اتصال إنترنت عالي لتطبيق بعض الأدوات، وتفتقر للنواحي الواقعية في عملية التعليم الإلكتروني. سوف نصنع مقارنة بين الفصول الافتراضية والفصول الحقيقية وفي معايير عدة، في المعلم والطالب وزملاء الصف، وقت الدراسة، مكان الدراسة، المدرسون، المحتوى، المتابعة، عدد الطلاب. في الفصل الافتراضي المعلم هو الموجه والمشرف، لكن في الفصل الحقيقي هو مصدر للمعلومات. الطالب في الفصل الافتراضي فاعل ونشط، وفي الفصل الحقيقي متلقي. زملاء الصف في الفصل الافتراضي من أي مكان، والفصل الحقيقي من حي واحد. وقت الدراسة في الفصل الافتراضي في أي وقت أريده، ولكن وقت الدراسة في الفصل الحقيقي محدد بوقت دخول وقت معين والخروج بوقت معين. مكان الدراسة في الفصل الافتراضي بإمكاني الدراسة في من أي مكان، وفي الفصل الحقيقي لا، محدد المكان، الدراسة محدد. المدرسون في الفصل الافتراضي النظام من أي مكان، لكن المدرسون في الفصل الحقيقي المدرس وفي مكان محدد. المحتوى في الفصل الافتراضي مقرر حاسوبي أو كتاب إلكتروني، لكن في المحتوى في الفصل الحقيقي هو كتاب مطبوع. المتابعة في الفصل الافتراضي إلكترونية، لكن في المتابعة في الفصل الحقيقي بشرية. عدد الطلاب في الفصل الافتراضي غير محدود، وعدد الطلاب في الفصل الحقيقي محدود جدا. هناك أدوات تساعد على صناعة دورة إلكترونية احترافية. تختلف طبيعة برامج الفيديو المستخدمة في التعليم والتدريب باختلاف الغرض من إنشائه. فقد يكون شرح لمحتوى شاشة برنامج أو تسجيل المدرب أثناء جلسة تدريبية، أو مجموعة من الرسومات المتحركة التي تشرح مهارة ما، وصولاً إلى مجموعة من الفيديوهات المتشعبة والمترابطة معاً في شبكة من المفاهيم والمهارات المترابطة والمسمى بالفيديو الفعل. فيما يلي سوف أستعرض معكم بعض الأدوات الرئيسية المستخدمة في إنتاج عديد من الأنواع السابقة: محرر فيديوهات اليوتيوب، وبرنامج تيديت، وبرنامج كمستزا ستوديو 9، وحزمة Explain Everything، وحزمة Play Post. نشكر لكم حسن الاستماع في هذا اليوم التدريبي، ونأمل أنكم استفدتم من هذه الدورة التدريبية.